يعني بطريقة بقى معلقين الكورة، بما ان احنا النهاردة في يوم كروي جدا. واحد يقول لي طفرة مين يا عم يوسف اللي احنا عملناها في الزراعة؟ انتوا مش هتبطلوا بقى ومتقعدوش تقولوا الكلام ده، انتم تضحكون على الشعب. بص يا عم، ربنا سبحانه وتعالى عرفوه بالعقل، في حاجة اسمها ايه؟ حقائق وارقام. فاحنا النهاردة هنقعد نتكلم على حقائق وارقام متعلقة بإيه؟ بطفرة الحاصلات الزراعية في مصر. بالمناسبة بس عشان تبقى فاهم، عشان برضه ما فيش حد يقعد إيه يهرش لك في الدماغ. الحقائق والأرقام دي ما ينفعش تتضرب، وما ينفعش يبقى فيها هزار خالص. ليه؟ لأنها تاني بترجع لمنظمة الأغذية والزراعة على مستوى العالم، ما فيهاش فيها هزار خالص. خلونا نرحب بضيفنا العزيز المحترم السيد عباس، مدير المكتب الفني بالحجر الزراعي يادي النور. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. بخير الحمد كله لله، كله تمام، كله زي الفل الحمد لله. طبعا النهارده مفيش ولا اهلي ولا زمالك، النهارده المنتخب طبعا، بالتوفيق ان شاء الله. حلو جدا. الاول خليني اعرف المشاهد بتاعنا العادي جدا، يعني ايه حجر زراعي؟ الحجر الزراعي هو جهاز رقابي خدمي تابع لقطاع الخدمات الزراعيه والمتابعه، التابع لوزاره الزراعه واستصلاح الاراضي. والحجر الزراعي هو أي نشاط بيتم من خلاله الحد أو منع تسرب الآفات النباتية على المنتجات المشحونة أو المنتجات المتداولة في التجارة العالمية. زي ما كل الناس عارفة أن الآفة النباتية في بيئتها الطبيعية بتسبب ضرر محدود طبقا للتوازن البيئي بتاع المنطقة دي، لكن مع انتقال الآفة من بيئتها الطبيعية لبيئات تانية ممكن يحصل تنتشر بالظبط، في الأعداء الحيوية بتاعتها مش موجودة في البيئة دي، فتسبب انتشار رهيب، وممكن تعمل حالات مجاعات. يعني حصلت قبل كده في القرن ال 18 حصلت مجاعة في أيرلندا بسبب انتشار آفة في محصول البطاطس اللي هم كانوا بيعتمدوا عليه اعتماد رئيسي في التغذية في الوقت دوت، وحصل مجاعة وموت أكتر من موت وتهجير أكتر من 4 مليون بني آدم، وده السبب في انتشار الأرلندي. الحجر الزراعي ده بقى على اللي داخل واللي خارج ولا اللي داخل بس؟ لا، على اللي داخل واللي خارج. حلو، بالظبط كده. ومن هنا دايما عندنا حقائق وأرقام على حجم اللي خارج. مظبوط. من عندي. مظبوط. طيب هل نحن قدرنا ان احنا نصل الى ما يطلق عليه بمنتهى الدقة، ولو انا مش دقيق قول لي يوسف ده مش كلام دقيق، طفرة في الحاصلات الزراعية وصادراتها في مصر؟ بالفعل احنا وصلنا لأرقام غير مسبوقة وطفرة في صادراتنا من الحاصلات الزراعية، وبالتحديد ابتداء من 2018 ومستمرين لحد دلوقتي في الطفرة ديت. من 2018 كسرنا حاجز 5 ملايين طن حاصلات زراعية لأول مرة في التاريخ، وما زلنا بنمشي في اتجاه ونسق متصاعد. وصلنا النهاردة 5.6 مليون طن في 2021 من حاصلات زراعية مصدرة للخارج. هل العالم ممكن ياخد مني حاصلات زراعية مجاملة، ولا الناس دي بتدقق تدقيق وبالذات الأوروبيين؟ يعني طبعا احنا من أكبر الأسواق اللي بنصدر لها سوق الاتحاد الأوروبي، ودول ناس ما بتهزرش، ناس وبيحزوا حزو وهم على فكرة جميع الدول. يعني احنا بقالنا فترة، بقالنا 5 سنين كده، كل الدول بتحذو حذو دول الاتحاد الأوروبي في تشديد الرقابة على وارداتها الزراعية وتخوفها من انتشار الأفات النباتية ما بين الدول، وده التزام مصر ملتزمة به طبقا للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات IPBC اللي موقع عليها مصر من سنة 51 وتم تفعيلها في 53، واحنا ملتزمين قدام دول العالم كلها ان احنا لما نصدر لهم حاجه بنشهد ان الحاجه ديت ما تضرش الثروه الزراعيه بتاعتهم، ولو هم ليهم كمان متطلبات واشتراطات اضافيه زي ما احنا ساعات بيبقى لينا متطلبات واشتراطات اضافيه، انا ببقى ملزم ان انا انفذها لهم وان انا اقدر اوصل بالمنتج بتاعي للمطابقه لاشتراطاتهم. هل الذاكره تسعف؟ انا شايف مش شايف ولا ورق. لا لا ما شاء الله. هل الذاكره تسعف انك تقدر تقول لي انا حصلاتي الزراعيه بالترتيب اللي انا حققت فيها طفرات وبصدرها، ولو مش الذاكره بتسعف بالارقام قول لي اهم الحصلات اللي انا بصدرها؟ لا تسعف ان شاء الله. احنا من قبل 2018 كنا بنصدر ما يقارب 4 ل 4.5 مليون طن حصلات زراعيه. قبل 2018 بدانا في 2018 كانت بدايه كسر حاجز ال 5 مليون طن، صدرنا 5.2 مليون طن في 2018، 2019 5.5 مليون طن، 2020 مع بدايه كورونا كان في شويه اضطرابات نزلنا ل 5.8
5.3 مليون طن، و2021 دي البيك او اعلى حاجه كنا وصلنا لها اللي هي 5.6 مليون طن. اهم الصادرات اللي بنصدرها، احنا بنصدر موالح بشكل كبير يعني جدا. يعني في 3 سنين قفزت 50% على حجم الصادرات. بالظبط كده. بنصدر موالح بشكل كبير جدا. المحصول الرئيسي في مصر هو البرتقال، احنا بنصدر من الموالح، مجموعه الموالح كلها برتقال وليمون ويوسفي ويوسفيات، 1.8 مليون طن، منهم 1.5 مليون طن برتقال، لان برتقال مصري مميز جدا عالميا. بيجي في بعديه في المرتبه الثانيه البطاطس، البطاطس بنصدر منها 600، صدرنا في 2021 615 الف طن بطاطس لكافه دول العالم. وبعديها بيجي منتج جديد احنا قدرنا بالتفاوض مع الدول بره وتحديدا مع دوله الصين ومع دوله نيوزيلندا ان احنا نوصل لارقام مهوله جدا. تخيل حضرتك ان كنا بنصدر من المحصول ده علف البنجر، بنجر السكر بعد ما بيتعصر وبيتاخد منه محصول السكر بيبقى فيه منتج ثانوي اللي هو التفل بتاع البنجر. التفل ده يعني قدرنا ان احنا نفتح اسواق جديده له. كنا بنصدر في 2017 150 الف طن، وصلنا في 2021 ل 650 الف طن، يعني تضاعف الرقم 4 مرات واكثر. انا بصدره زي ما هو ولا بعمل عليه عمليات؟ بعمل عمليه، عمليات تصنيع بان انا اخليه في شكل علف. حلو. واحنا قدرنا نفتح بقى السوق الصيني، لان السوق الصيني اكبر مستهلك للمنتج ده عالميا، عشان خاطر هو عندهم دلوقتي بيعملوا اكتفاء ذاتي من الخنازير، من لحوم الخنازير، فعندهم مزارع محتاجه المحصول ده بشكل كبير جدا. فقدرنا ان احنا نفتح السوق الصيني والسوق النيوزيلندي قدام تصدير علف البنجر، والحمد لله حققنا فيه ارقام كبيره جدا، وصلت 650 الف طن، واحتل السنه دي في 2021 المركز الثاني في الصادرات بعد الموالح. بعد كده بيجي الفراوله المصريه، الفراوله المصريه المجمده رقم واحد عالميا، مصر رقم واحد عالميا في تصدير البرتقال الطازج والفراوله المجمده، وصدرنا ما يقرب من 160 الف طن فراوله مجمده، بخلاف الفراوله الطازجه حوالي كده تقريبا 200 الف طن مجمد وطازج. وصدرنا بصل 250 الف طن بصل، وصدرنا رمان وعنب ما يقرب من 120 الف طن لكل محصول من المحاصيل. والحمد لله يعني احنا بنسعى ان احنا نفتح اسواق جديده عشان خاطر نزود صادراتنا من المحاصيل دي. طب انا هنا بقى عندي سؤالين. اول حاجه سؤال بالنسبه لي اللي هو طب انا بصدر العلف ليه ما استخدمه؟ احنا عندنا هنا الذره هو المكون الرئيسي، ذره الشام، ذره الصفراء، ذره الصفراء بتاع العلف هو المكون الرئيسي لخلطات الاعلاف في كافه المصانع، فهم ما بيقدروش يستغنوا عنها، وبتتراوح من 40 ل 60% من مكون العلف، اي علف بيطلع في مصر. التفل علف البنجر، الفلاح او المربي الحيوان مالوش تجارب معاه قبل كده، مش واخد عليه. واحنا سبب زياده تصديرنا هو السبب بسبب زياده الانتاج، لان احنا كان عندنا فجوه كبيره جدا في السكر، قدرنا ان احنا نقدر نقلل الفجوه دي بشكل كبير، ووصلنا ل 80% من احتياجاتنا بنقدر ننتجها محليا، فده تسبب في زياده محصول البنجر وانتشاره ما بين الفلاحين بشكل كبير جدا. بس الفلاح ما بيقدرش يستفيد منه، لازم بيورده المصنع من مصانع السكر، مصانع السكر بتاخد المخلفات ديت، بتبقى بتواجهها صعوبات في بيعها هنا في مصر، فبتايه بيبقى اسهل لها انها تصدرها، وبتاخد من وراها عمله صعبه. اصل الصينيين طالما بياخدوه تعرف انه كويس، هو ما هو بيستخدم بيعملوا او عندهم الانتاج بتاع المواشي واللحوم مذهل بالظبط، ولحمتهم حلوه بالظبط، يبقى اكيد العلف ده كويس. هو العلف ده كويس، بس هو سبب ان لحمتهم حلوه المراعي اللي عندهم الطبيعيه، المراعي الخضراء الطبيعيه بتاعتهم، وان بيربي على السايب مش على المربوط بالظبط كده بالظبط كده، فعشان كده هم متميزين جدا في اللحوم. في حلو جدا. الفراوله ده سؤال قد ما يكونش ليه علاقه بحجم التصدير، ايه السر ورا ان الفراوله الموسم اللي فات سكر؟ الاصناف الجديده اللي نزلت السوق في صف جديد اسمه سنسيشن، الصنف دوت بصراحه عامل انتاجيه كبيره جدا، وعامل مواصفات مع الجو المصري بشكل خرافي، الفلاحين كلها مبسوطه منه، بتجري تزرع الاصناف بتاعه اللي هي المنتجه حديثا او في مربي نبات انتجها وابتكرها. ونسبة الجو المصري والمناخ المصري، في حوالي 9 أصناف في السوق دلوقتي بيناسبوا المناخ المصري والجو المصري وبيجودوا
في الاراضي المصريه، وبنقدر نطلع منهم انتاجات كبيره جدا، بنقدر ان احنا نصدر كميات كبيره، وبتنفع كمان في التصنيع اللي هو الفراوله المجمده او عصاير او مربات. طيب بما اني بتكلم مع مدير المكتب الفني للحجر الزراعي، يعني الراجل المسؤول عن جوده الصادرات وايضا ضمان جوده الواردات الزراعيه، هخش على الصادرات او دي اكتر حاجه تهمني، انا بتابع ايه في معايير جودتي للصادرات؟ وده بيفرق قد ايه مع الدول اللي بتستورد مني؟ طبعا هو الفرق واضح جدا في الثقة، مدى ثقة الدولة في الإجراءات اللي بتتبعها الجهات الرسمية في مصر اللي هي أهمها الحجر الزراعي المصري فيما يخص الصحة النباتية. فأنا ببدأ إجراءاتي كلها بتبدأ من المزرعة. صدر مؤخرا قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 386 لسنة 2021، وده بيتيح تكويت كافة المزارع التصديرية قبل تصدير منتجها. فأنا بدأت السلسلة من بدايتها، من بداية الزراعة بتابع عمليات الزراعة واختيار التقاوي، وبعمل معاينة للمزرعة اللي عايزة تصدر منتجاتها، بطلع لجنة وبيبقى معانا مندوب من شركة جي بي اس بيقدر يرفع إحداثيات قطعة الأرض دي أو المزرعة ديت، وبقدر أتابعها من خلال الأقمار الصناعية، وبقدر أتابعها من خلال إن أنا بعت لها لجان متابعة وأقدر إنتاجياتها مظبوط، وبدي الفلاح أو المزارع أو صاحب المزرعة كتيب فيه إرشادات عن المحصول اللي بيزرعه دوت، وإزاي يقدر إن هو يوصل بيه للحد الآمن من جودة اللي يقدر يصدرها وما تسببلوش اي خسائر لا قدر الله لو ما التزمش بيها. لو التزم بالتعليمات وبالارشادات دي بيطلع المنتج بتاعه مطابق ومظبوط. بعد كده المرحله الثانيه بيطلع المنتج ده بقى من مزرعه معتمده لمحطه تعبئه معتمده. محطه التعبئه المعتمده عندنا محطات كتير جدا على حسب المحصول اللي بيتعبى فيها، بيتم اعتمادها ومتابعتها من قبل مفتشين من الحجر الزراعي المصري، بيبقوا موجودين في محطات التعبئة دي، بيستقبلوا الخام اللي بيجي من المزرعة المعتمدة وبيشرفوا على تجهيزه وتعبئته طبقا لاشتراطات كل دولة. في دول بيبقى لها اشتراطات معينة، وفي دول بنطبق لها الحد الأدنى من الاشتراطات اللي هو بتمشي لأي دولة هتصدر لها. بعد كده بتيجي المرحلة الثالثة وهو انتقال البضاعة بعد ما اتجهزت من المحطة لميناء التصدير. بيقابلها مفتشين من الحجر الزراعي في ميناء التصدير تاني، وبيعيدوا فحص على زمايلهم اللي في المحطة، يتأكدوا ان البضاعة زي ما خرجت من المحطة والمهندس اللي شافها في المحطة صرح بتخرجها من المحطة زي ما وصلت للميناء، ما حصلش عليها اي تغيير، ممكن تبريد يفصل، ممكن يحصل تلاعب مثلا تغيير للبضاعة ولا حاجة. لو وصلت بحالتها الطبيعية اللي خرجت بها من المحطة بيتم التصريح بتصديرها وإصدار شهادة صحة نباتية، دي معتمدة في كل الدول بره. اي دوله معها مع البضاعه شهاده صحه نفسيه بتطمن وبتثق في ان المنتج دوت امن ومطابق لاشتراطاتها. يعني انا دلوقتي قاعد بتكلم مع المهندس سيد عباس المسؤول الاول عن بشكل او باخر حجم الصادرات بتاعتي. الناس وثقت اشترت، بالظبط. الناس ما وثقتش قالت شكرا، مش هاخد الحمولة دي، مش هاخد الشحنة دي، مزبوط. بالسلامة. طبعا في مسؤولين آخرين، المسؤولين بقى عن حجم الإنتاج والتخطيط الزراعي وما إلى ذلك، بس البلد اللي تقدر تعمل نقلة وطفرة في حجم الصادرات، الحجم 50% في 3 سنين، ده معناها إن في استراتيجية واضحة ليه، سواء إذا كان حجم الإنتاج وحجم التصدير، مزبوط. المستهدف إيه؟ مستهدف ان شاء الله ان احنا نقدر نوصل، يعني لولا ازمة كورونا كان المفروض ان احنا نوصل خلال 2022 ل 6 مليون طن. اظن ان الرقم ده ممكن ما نقدرش نوصل له لعدة ظروف خارجة عن الارادة بسبب تغيرات مناخية حصلت. وصلنا 6 مليون، احنا وصلنا 5.6 مليون و600 الف طن. فيعني احنا ان شاء الله هانت، وان شاء الله نقدر نحافظ على الرقم ده. في حاله المحافظه عليه ده هيبقى انجاز كبير جدا في ظل الظروف اللي احنا التحديات اللي احنا بنواجهها من بدايه الموسم، وخاصه في الموالح. احنا بنصدر 1.8 مليون طن موالح، عندنا بعض التحديات في التغيرات المناخيه اثناء موسم عقد الزهار بتاع الازهار بتاعه برتقانه ابو سره، لان كان حصل فيه تغيرات مناخيه ساعه الازهار، فحصل ان سقطت
الشجر سقط زهر كتير. موسم العقد برضو عشان الناس تبقى عارفة، يعني الزهرة لما تبدع تعقد وتتحول إلى ثمرة. مظبوط كده. فبسبب البرودة الدنيا لخبطت. فوقع كمية كبيرة من الأزهار، فبقت الشجرة اللي بتشيل مثلا 50 كيلو، لا بقت تشيل 30 كيلو، كانت بتشيل 80 كيلو، بقت تشيل 50 كيلو، فحجم الإنتاج قل في حجم التصدير في بداية الموسم. حصل حاجات كتير، الزيتون حصل معاك كده. لا هو في التغيرات المناخية بصراحة بتأثر، وللأسف إن إحنا ما بنقدرش نتحكم فيها، إحنا بنحاول إن إحنا نقلل ضررها، لكن الضرر واقع لا محالة. فإن شاء الله نقدر نحافظ على الأرقام اللي إحنا وصلنا لها، وإن شاء الله المستقبل للمحاصيل الجديدة اللي إحنا بنحاول إن إحنا نطور أرقامنا فيها، وإن شاء الله برضو إحنا بنتفاوض مع دول كتير عشان خاطر نفتح أسواق جديدة ليهم، ونقدر إن إحنا نصدر لهم، فنعوض العجز اللي حصل في موسم الموالح السنة. هل بقى ده معناه إن إحنا هنجيب فصائل جديدة ندخلها على الـ الأراضي المصرية مقاومة للبرودة؟ بالفعل دلوقتي إحنا موجود قدامنا حالات حقيقية. مصر انضمت لاتفاقية اليوبوف، الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية، في نهاية 2019. الاتحاد دوت بيهدف لحماية حقوق الملكية الفكرية لأي مربي نبات أنتج صنف جديد مقاوم وله مميزات، فعشان أي حد يزرعه لازم إن هو يدفع له حقوق ملكية زي أي حاجة تانية، زي اللي بيتفرج على موبايلات دلوقتي لازم يدفع، زي اللي بيتفرج اللي بيشتري كتب لازم يدفع لحقوق النشر، فكل كل دي حقوق للناس دي في مربي النبات. فاحنا من ساعة انضمنا للاتحاد الدولي كان قبل كده المربين دول يخافوا يجوا مصر عشان خاطر منتجهم ما فيش له حماية، ممكن يتسرق، ممكن يتكرسم، أي حد ياخده ويكتره هو، خصوصا الأصناف النباتية التعامل معاها مش صعب. فده كان بيحجمني. فكان ده بيحجمني بالظبط كده. مع بقى بداية 2020 الحجر الزراعي أخذ على عاتقه إن هو ينفذ حقوق حماية الملكية الفكرية للأصناف النباتية اللي الشركات أو المربين المنتجينها طلبوا حمايتها. فبالفعل دوت شجعهم، وعندنا جامعة فلوريدا عندها 9 أصناف الفراولة اللي أنا قلت لحضرتك عليهم في أول حلقة، إن هم دول اللي هم الأساس أو 90% من زراعات الفراولة في مصر من الأصناف ديت نظرا لجودتها. فلما تم حماية الأصناف ديت الجامعة اتشجعت وجابت أصناف جديدة عشان خاطر تجربها في مصر، جابت أصناف من البلاك بيري والبلو بيري وأصناف من الراسبيري من العنبيات. عارف عشان خاطر بالظبط. بس ده بيتزرع عندنا دلوقتي؟ هيبدا يتزرع ان شاء الله. والله ان شاء الله. اصل البتاع ده بيبقى مستورد وغالي. مستورد وغالي فعلا. لا بس ان شاء الله مره غلطت وجبت للعيال منه. هو جميل جدا. شفته فيه. لا هو قلت لهم بطلوا يجيبوه. ما مش معقول. هو انت لو رحت سلاسل المحلات ديت هتدفع كتير عشان تجيب الحاجات دي. اسكت مش بطلوا. لا ودلوقتي برضو في اصناف جديده من الموالح ان شاء الله داخله جامعه فلوريدا هتدخلها. بقيه المنتجين ومربي النباتات لما لقوا ان مصر تحمي حمايه حقوقهم في مصر، فابتدوا ان هم يخشوا ويطلبوا ان هم كمان يحموا حقوقهم، وان هم كمان يزودوا استثماراتهم. ووصل ان جامعه فلوريدا عملت مشاتل لشتلات الفراوله هنا في مصر، بدل ما كنا بنستورد 6.7 مليون شتله في السنه، عملنا مشتل السنه دي بالتعاون مع جامعه فلوريدا. هم جم انشاوا المشتل هنا وهينتجوا 15 مليون شتله، فهنتحول من دوله بتستورد شتلات فراولة لدولة مصدرة. ومركز تميز لإنتاج شتلات الفراولة وتصديرها، ومصر هتبقى مركز إقليمي لتصدير شتلات الفراولة المتميزة والأصناف المتميزة اللي بتجود في منطقة الشرق الأوسط لكل دول الشرق الأوسط حاليا. طب فين التوت المصري؟ اشمعنى راسبيري وبلو بيري وبتاع؟ يعني أنا واحد من الناس ماليش في طعمهم، هم مفيدين جدا وبيخسسوا، بس هو مزز. أنا أحب التوت المصري بتاعنا بتاع زمان، أنا كنت من العيال اللي بتتشعبط وتهز الفرع عشان يوقع توت وبتاع، بس فين؟ قل قوي. هو بس مفيش اهتمام بيه، يعني هو الأصناف الأصناف البلدية عشان خاطر ما بيبقاش إنتاجهم بشكل تجاري. هو مشكلتها إنها بتبقى موجودة على الطرق وعلى الترع، لكن ما بتبقاش موجودة بشكل، محدش بيزرع مزرعة توت. على التوتة والساقية بتاعت عبد الحليم. بالظبط. ما فيش حد بيزرع مزرعة توت، لكن هم بيبقى موجود انتاجه محدود على قد استهلاك قرية او على قد استهلاك الاطفال اللي في القرية بس. طب انا سمعت من صديق عزيز جدا علي انه احنا في مصر صحيح لسه على نطاق محدود بزرع فواكه من الفواكه بتاعة جنوب شرق اسيا استوائية، حاجات مذهلة. لقيته بيقول لي بصراحة الاستاذ محمد شردي بصراحة صاحبي بقى الاعلامي والكاتب الشهير، قال لي ده احنا في مصر عندنا بنزرع باشون فروت وبنزرع دراجون فروت وبنزرع كيوي.
كلها على النطاق ضيق شويه. قال لي بس هي لسه نطاقات ضيقه، هو مهتم بالزراعه جدا يعني. لا هو فعلا معاه حق. احنا انا كنت شغال في مطار القاهره قبل ما امسك منصبي دوت، كنت شغال في مطار القاهره، فانا كنت بشوف مثلا حد جاي يصدر افوكادو ويكتب لي عليه مصري، فانا استغرب ازاي افوكادو وازاي مصري، انا مش متعود ان افوكادو بيتزرع في مصر. ليتشي ازاي ليتشي وازاي الزراعة في مصر. فابتديت اشوف، لقيت في مزارع كبيره ابتدت تاخد بالها من الحاجات دي في بدايه الالفينات وما زال مستمره، وبتبدا تشوف تجرب الاصناف دي هنا في مصر وتشوف انتاجياتها عامله ايه وتشوف اذا كانت هتقدر تقاوم وتعيش في مصر هنا ولا لا. وفعلا في حاجات كتير نجحت زي ما قلت حضرتك، الافوكادو والليتشي والكيوي والدراجون فروت وكل الكلام دوت ناجح في مصر دلوقتي. بس طبعا عشان خاطر يزود الكميات والمساحات اللي هو زارعها ديت هياخد وقت، عشان خاطر الحاجات دي بتثمر بعد فتره. بس عشان يقدر يجيب التقاوي دي والشتلات دي والبذور دي لازم تعدي عليه، لازم تعدي على الحجر الزراعي. طبعا الحاجات دي لو هي اول مره بتيجي لازم يتعمل لها دراسه تحليل مخاطر الافات. دراسه تحليل مخاطر الافات انا عندي هنا في الحجر الزراعي وحده اسمها وحده الصحه النباتيه، مسؤوله عن التعامل مع الدول الخارجيه، من ضمنها في وحده فتح الاسواق الخارجيه او ماركت اكسس، ووحده تحليل مخاطر الافات. تحليل مخاطر الافات انا بشوف الخطر اللي ممكن يجي لي مع التقاوي دي او مع الفسائل دي او الشتلات ديت اللي جايه من بره ايه هو بالظبط، وابدا ادرسه، اشوف الامراض اللي بتيجي عليها في بلدها، اشوف الحشرات اللي موجوده في البلد ديت وممكن تتنقل على العائل دوت، وببعت للجهات البحثيه هنا في مصر بيساعدونا طبعا وكتر خيرهم، وبنقول لهم والله احنا يعني بندعم ان احنا نستورد الصنف الفلاني من الدوله الفلانيه، قولوا لنا والدوله بعتت لنا قائمه الافات دي، قولوا لنا الافات دي الخطوره منها، وبحدد درجه خطوره وبقول والله انا ينفع استورد او ما ينفعش استورد، او استورد بشروط، ممكن استورد بمعالجه، اطلب تبخير، اطلب تبريد عشان خاطر اضمن القضاء على افه معينه لو انا عندي خوف من افه معينه، وممكن ان انا توصل بيها الحال ان انا ارفض خالص الاستيراد نظرا للخطوره الشديده. حلو جدا. طيب انا برضو بقعد اتساءل، يعني انا شفت وقابلت يمكن في البرنامج وفي الحياة العادية يعني اليومية بقابل ناس من المزارعين اللي بيشتغلوا على الأعشاب والنباتات العطرية والطبية وما إلى ذلك، وأنا أظن أنه أصبح في اتجاه عالمي قوي جدا ناحية هذا النوع من الاستخدامات أو استخدامات هذه الأعشاب والمزروعات للأغراض العلاجية وتصنيعها وما إلى ذلك. أنا حجم صادراتي من هذه المزروعات إيه؟ احنا عندنا مناطق كامله متخصصه في زراعات النباتات الطبيه والعطريه، عندنا في الفيوم وفي بني سويف مساحات كبيره جدا مزروعه نباتات طبيه وعطريه، وبيمدوا مصانع ادويه كبيره جدا في المانيا بكل احتياجاتهم، مثلا من الزعتر، من البردقوش، من الحاجات دي، وبتستخدم وبتدخل المنتجات المصريه ديت في العلاج او في صناعه الادويه في الدول ديت. وفي اقبال بقى على يعني النوع ده من الصادرات المصرية، أعشاب عطرية وطبية دوائية وما إلى ذلك؟ طبعا كل دول العالم احنا فتحنا أسواق جديدة في الفترة الأخيرة في أمريكا اللاتينية، وأمريكا اللاتينية ابتدت تاخد من عندنا كمية كبيرة جدا من التوابل ومن الأعشاب الطبية والعطرية، كوبا وتشيلي والبرازيل وأوروغواي، كل الدول دي دلوقتي بتاخد مننا منتجات نباتات طبية وعطرية. طيب هنا هرجع بقى، كل ده عمره ما كان يحصل غير يا إما بزيادة رقعة زراعية يا إما بزيادة إنتاجية الفدان يا إما بالاثنين. بالظبط بالاثنين. اشرح لي الحتة دي برضو عشان مهم عندي أفهم. هو التوسع في الزراعة يا إما رأسي يا إما أفقي. رأسي عن طريق إن أنا أزود إنتاجية الفدان، الفدان عندي اللي هو مثلا بيجيب طن، إن أنا أقدر أوصل بيه إن هو يجيب 3 و5 طن، وبالفعل فيه ده من خلال أنواع التقاوي اللي بتيجي والأصناف الجديدة اللي بتوصل مصر، وبتقدر من خلال التجربة انها تجيب انتاجيات اعلى وتناسب الظروف الجوية المصرية، والفلاحين بيقبلوا عليها مجرد ما يلاقي من وراها انتاجية اعلى، زي ما اتكلمنا عن الفراولة صنف السنسيشن ده دلوقتي بيجيب من 14 ل 16 طن الفدان الفراولة، غير الاصناف التانية اللي بيجيب من 8 ل 10 طن، فالناس بتروح للصنف ده عشان خاطر بيجيب انتاجية اعلى، بيجيب لهم عائد اكتر. وفي التوسع الافقي ان انا ازود المساحات واستصلح المساحات الجديدة زي 1.5 مليون فدان، مشروع 1.5 مليون فدان اللي غطى بعض الزراعات زي زراعات البنجر اللي احنا اتكلمنا عليها في تفل علا في البنجر، مساحات كبيره جدا مزروعه بنجر، مساحات كبيره جدا مزروعه فول سوداني، مساحات كبيره جدا مزروعه بطاطس في مشروع 1.5 مليون فدان بشكل خرافي، يعني بينبئ ان شاء الله ان الصادرات هتزيد والدنيا هتبقى احسن. هل في اقبال من المصريين للاستثمار على الاستثمار الزراعي، ولا الناس بدات تنصرف الى امور تانية؟ لا، هو الاستثمار الزراعي هو مجال صعب،
يعني الأمانة هو مجال صعب ومحتاج صبر. في ناس كتير جدا بتشوف ان الاستثمار الزراعي استثمار طويل المدى، ان هو هيبقى متأخر في ان هو يحصد أرباح من وراه، ففي ناس بتبعد عنه. لكن الناس اللي عارفة واللي عندها نفس طويل، والحمد لله عندنا نماذج كتير جدا قدرت توصل لمراحل متقدمة جدا. احنا عندنا أكبر شركة مصدرة للموالح في العالم، أكبر شركة مصدرة للبطاطس في العالم موجودين في مصر، فعندنا نماذج مشرفة في الموضوع دوت. هو محتاجة بس النفس الطويل، محتاجة ان الواحد مبقاش مستعجل على الأرباح، وان شاء الله الأرباح كده كده جاية، والدولة بتدعم دلوقتي المنتجين والمصدرين عشان خاطر يقدروا يزودوا استثماراتهم، ونشجع استثمارات استقطاب استثمارات أجنبية في مصر. ماشي، أنا هستأذنك، هنطلع فاصل ونعود بعد الفاصل لنواصل الكلام مع ضيفنا العزيز المهندس سيد عباس مدير المكتب الفني بالحجر الزراعي. طمنوني على الماتش، احنا خلصنا كده أول شوطين، احنا بدأنا نلعب الثالث مش كده؟ طمنوني، ها حد سامعني ولا إيه؟ حد سامعني؟ لا حياة لمنتم إيه؟ خلصنا كده ثلاث، ما احنا دلوقتي بنلعب الرابع 0-0 برضو. الأداء إيه؟ احنا زي الفل الحمد لله، حد جاي علينا، التحكيم حلو، الأستاذ جوميز ماشي معانا كويس، بيقولوا لي ماشي كويس. إذن هو فاصل ونعود بعد الفاصل. بص، الحلقة دي أو الفقرة دي تحديداً مع المهندس سيد عباس مدير المكتب الفني بالحجر الزراعي، معمولة أولاً عشان تفهم، ومن ناحية تانية عشان تستثمر في الزراعة. أنا الحكاية قاعدة عمالة بتلعب في دماغي بقالها فترة، والله العظيم هحكي لكم الحدوتة دي بعدين ليه قاعدة عمالة بتلعب في دماغي. فكرة حلوة، فكرة كويسة، فكرة مربحة، فكرة ذكية، اشتري مني، ماشي أنت حر، هكمل الكلام. طيب أنا إيه أكتر دول بتستورد مني؟ احنا عندنا اكتر دول بتستورد مننا عندنا المملكه العربيه السعوديه. جميل. بتستورد كميات الدول، انا ثلاث دول انا اقولهم دولت بيستوردوا فوق 300,000 طن. المملكه العربيه السعوديه وروسيا ودول الاتحاد الاوروبي، مجموعه دول الاتحاد الاوروبي بتتعامل مع بعض. ودلوقتي الصين دخلت منافس كبير ليهم بعد الكميات الكبيره اللي خدتها من علف البنكر. فعندنا التكتلات دي احنا بنصدر ليهم كميات كبيره جدا من البرتقال ومن البطاطس ومن البصل ومن الفراوله. بنودي للسعوديه الحاجات دي، بنودي للاتحاد الحاجات دي، بنودي لروسيا كمان، بنودي لروسيا بطاطس. بنودي لروسيا بطاطس كميات كبيره جدا، ولسه موسم البطاطس بادئ بقاله 10 ايام بالظبط. ان شاء الله يعني نتخطى حاجز ال 250,000 طن اللي احنا بنصدرهم لروسيا كل سنه. السنه دي في توقعات بان احنا نصدر كميات اكبر، عندهم الطلب كبير، مطلوب كميات كبيره جدا في روسيا من البطاطس المصريه. طبعا ده بقى بجانب الاسواق الجديده اللي احنا فتحناها. احنا قدرنا دلوقتي ان احنا زي ما بيقولوا كده بنبيع المايه في حاره السقايين. احنا قدرنا كمصر نصدر برتقان لاكبر منتج برتقان في العالم، اسبانيا. لا، البرازيل. البرازيل بتنتج 17 مليون. اكبر منتج، اكبر منتج مش أسبانيا. اكبر مصدر. اسبانيا اكبر مصدر، يعني صح لحضرتك، احنا اكبر منتج، احنا ايه صدرنا له برتقان. 17 مليون طن موالح بتنتجهم البرازيل، واحنا بننتج 4.5 مليون طن. احنا قدرنا نصدر للبرازيل كميات. كذلك برضو من دول امريكا الجنوبيه قدرنا نفتح سوق الارجنتيني لصادراتنا من الموالح. قدرنا نصدر لاكبر مصدر في العالم، اسبانيا. عندنا اسبانيا وجنوب افريقيا. اسبانيا وجنوب افريقيا من اكبر الدول اللي بتصدر موالح في العالم. اخر ثلاث سنين احنا بقينا رقم واحد في العالم، والحمد لله محافظين على الرانك ده لمده ثلاث سنين على التوالي. قدرنا ان احنا نصدر في موسم 2020 و2021 موالح لاسبانيا. فتحنا السوق الاسترالي، عندنا كميات الليمون اللي بتطلع لاستراليا دلوقتي كميات كبيره جدا، بنصدر كميات كبيره جدا. كنا عاملين بروتوكول مع الصين في تصدير الموالح في 2007، لكن كانت الكميات اللي بتروح قليله. قدرنا ان احنا نزود الكميات بشكل كبير جدا، وصلت ال 250,000 طن برتقان للصين الموسم اللي قبل اللي فات، والموسم اللي فات 200,000 طن. عندنا برضو فتحنا السوق الياباني، وده أصعب سوق ممكن تتعامل معاه فيما يخص إجراءات الحجر الزراعي. ناس دقيقة جدا جدا. تخيل احنا بنحاول نفتح وبنتفاوض معاهم من 9 سنين عشان خاطر نقدر نفتح سوق الموالح. اصل اليابان دي كوكب تاني.
فعلا كوكب تاني عندهم كل حاجه مختلفه عن الدنيا. بالظبط كده. احنا قدرنا من خلال بقى الزيارات رحنا عملنا لهم زياره وشفنا ايه طلباتهم بالظبط، وجينا هنا ابتدينا نشتغل على الطلبات ديت. دكتور احمد العطار رئيس اداره مركزيه للحجر الزراعي على راس وفد فني سافر لليابان واستقبل وفد من اليابان هنا وجم وشافوا المزارع، والسفير الياباني صور وهو في المزارع وكان لفته جميله جدا. والحمد لله قدرنا ان احنا الموسم اللي فات نفتح سوق اليابان للموالح وصدرنا اول حاويه وعدت بسلام، احنا فتحناه في اخر الموسم. والسنه دي جالنا ناس مستثمرين يابانيين عايزين يستوردوا بدايه الكلام كده 200 حاويه ان شاء الله الموسم الجديد. اللي هيصدر للياباني مش هيندم تاني. بالظبط بالظبط كده. هو اشتراطاتهم صعبه وتطبيقها صعب لكن العائد بتاعها مربح جدا. عرفت السكه ودخلت جوه خلاص كده احنا مثبتين. بالظبط وهنزود. اه لا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. طب اي حاجه في الدنيا بتتطور ال- 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 الحجر الزراعي بيتطور في مصر. مظبوط، احنا اتطورنا بشكل كبير جدا اخر 4 سنين. احنا اتحط خطه لتطوير واعاده هيكله الحجر الزراعي. الخطه ديت اتعرضت على فخامه الرئيس وصدق عليها ولقت دعم من وزراء الزراعه اللي كانوا موجودين في الفتره دي واخرهم وزير الزراعه الحالي السيد قصير معالي الوزير بيدعم الحجر الزراعي. والحمد لله قدرنا نوصل لمراحل كبيره جدا على عده محاور مشينا عليها بالتوازي وقدرنا ان احنا نوصل للمرحله اللي احنا فيها دي. اولا تطوير تشريعي، طورنا تشريعات الحجر الزراعي. كان بتقابلنا مشاكل انتوا تشريعاتكم قديمه، انتوا تشريعاتكم جامده، الدنيا بتتطور حواليكم وانتوا واقفين محلك سر. قدرنا ان احنا نطور تشريعات الحجر الزراعي اللي كانت اخر تطوير ليها كان في 2001. قدرنا في 2019 نطلع قرار جديد للحجر الزراعي، واحنا ماشيين حاليا في اصدار قانون جديد للحجر الزراعي هيرفع من شان الحجر الزراعي ان شاء الله وهيزود شان. كان عندنا تخيل يا استاذ يوسف، احنا كان عندنا مقر الحجر الزراعي عباره عن 4 اوض موجودين في قلب مبنى مش بتاعنا اساسا. الحمد لله تخصص مبنى للحجر الزراعي على اعلى مستوى. احنا بنقابل وفود اجنبيه من بتاع مين؟ لا هو وزاره الزراعه وفرت لنا مبنى. لكن قبل كده كنتوا في مبنى كنا قاعدين في مبنى تاني مع التنميه المحليه في ظهر وزاره الزراعه. لا كنا قاعدين مع صندوق اسمه صندوق تحسين الاقطان، ده كان جزء خاص بالقطن. احنا كنا واخدين نص دور عندهم كده. الحمد لله قدرنا ان احنا بالظبط كده قعدنا في فتره طويله. وكان المكان دوت على قد بساطته الا انه كان بيطلع قرارات كان ممكن تربك حركه التجاره الدوليه ما بيننا وما بين دول في حل وجود افات او حشرات او حاله وبائيه في دوله ما ممكن اوقف استيراد منها. وتخيل حضرتك ان جالنا وزراء وجالنا سفراء وجالنا مستشارين زراعيين من سفارات كبيره جدا للمكان دوت، كانوا بيستغربوا المكان ده ازاي بيطلع منه قرارات بتقلب الدنيا. فالحمد لله قدرنا ان احنا ناخد مبنى جديد ويتم تطويره على شكل كويس جدا وبنستقبل فيه الوفود الاجنبيه. النهارده كان في وفد من السعوديه، كانت حاجه مشرفه جدا في الحجر الزراعي المصري. قدرنا ان احنا ندعم العماله. وفد السعوديه كان جاي يعمل ايه؟ احكي لي. وفد السعوديه كنا بنتفاوض معاه عشان خاطر دي بصراحه لا ما عداش. حاضر. السعوديه كانت فرضت اشتراطات جديده ب اشتراط انها تبقى فيه شهادات مطابقه مع الشحنات الزراعيه. حلو. المصدره ليهم. ده اجراء هم خدوه واحنا بنتفاوض معاهم ان احنا نلغي الاجراء دوت، لان الاجراءات دي احنا بالفعل كحجر زراعي وكهيئه قوميه لسلامه الغذاء بنقوم بالاجراءات ديت. فليه انت تجيب شركه خاصه تقوم معانا بنفس الاجراءات وتعمل دولار؟ كده بدي شهادات. بالظبط كده. وفي نفس الوقت انت بتكلف المصدر مبالغ اضافيه بيضيفها على الشحنات اللي راحه، فبيلاقي ان المنتج المصري بره مش منافس. فانت وبتزود على المستهلك السعودي الاعباء بتاعته. فطبعا في مفاوضات ان شاء الله خلال الاسبوع دوت مع الوفد السعودي وموجودين هنا في مصر، وتعمل لهم مقابله افتتاحيه في مكتب رئيس الاداره المركزيه للحجر الزراعي في قاعه الاجتماعات، ويبتدوا ينزلوا يزوروا بقى، هينزلوا يزوروا المزارع وينزلوا يزوروا المحطات التعبئه وهينزلوا يزوروا المعامل اللي احنا بنتعامل فيها وهيشوفوا السيستم والنظام اللي ماشيه بيه مصر مع كل دول العالم مع دول الاتحاد الاوروبي، واللي خلت صادراتنا توصل للاماكن ديت وتفتحها. نرجع تاني بقى لخطه تطوير الحجر الزراعي. احنا قدرنا ان احنا ندعم العماله. عندنا كان عندنا مشكله كبيره جدا في القوى البشريه، التعيينات قليله، الانتدابات مش قادرين ان احنا نوفي الحجم. احنا بنشتغل في 40 منفذ على مدار الجمهوريه كلها، على حدود مصر كلها، حدود بريه وحدود بحريه ومطارات جوية. قدرنا ان احنا ناخد موافقة من الرئيس ان احنا نتعاقد مع 200 مهندس حديث التخرج على 3 دفعات. قدرنا ان احنا نتعاقد بالفعل مع الدفعة الاولى علشان خاطر منظومة تكويد وتتبع الحصادات الزراعية اللي احنا اتكلمنا عليها بقرار 386
قرار وزير الزراعه، والدفعه دي استلمت الشغل بالفعل من 1 اكتوبر 2021 وابتدت تدخل في المنظومه، وان شاء الله على العام المالي الجديد هنبدا نعمل اعلان جديد. تتبع يعني ايه؟ تتبع يعني انا دلوقتي في سوبر ماركت في اسبانيا ومسكت فراوله لقيت فيها مشكله. بنت فراوله لقيت فيه مشكله، فمن خلال الكود اللي عليه اقدر اعرف ده كان مزروع فين وتعامل بمعاملات ايه وتعبى في انهي محطه، واقدر اوصل لاصل المشكله. كان مشكله قبل كده ان ما فيش تتبع دوت، فكان لما تحصل مشكله من الدوله تبعت لنا ما نعرفش نرد عليها بالاسباب سبب المشكله ايه بالظبط. فبالظبط ممكن يروح جاي قافل، توصل ان هو يقفل الدوله كلها يقول لي مش هستورد منك، وحصلت في بعض الحالات قديما مش هستورد منك خالص ما دام انت ما انتش عارف المشكله فين. فطبعا مع زياده متطلبات الدول فبقى ضروري ان انا اعمل تتبع عشان اقدر اوصل للمشكله فين واحلها، والمخالف ان انا اقدر اعاقب المخالف، مش الدوله كلها تتعاقب عشان خاطر واحد صدر بالظبط واحد صدر حاجه مخالفه. فده المنظومه الجديده احنا ان شاء الله بنسعى ان احنا نطبقها. طبعا مع الوقت هتتبلور وهنسد كل الثغرات بتاعتها، لكن احنا بدانا، احنا بنقول للعالم كله احنا بدانا، واحنا قدرنا دلوقتي نحط نظام ان احنا نكوت المزارع التصديريه، واقدر اتابعها واقدر ادي ارشادات للمزارع واقدر ادي ارشادات للمصدر واقدر احاسبه. تمام. كل حلو، اقدر احاسبه بالظبط. طبعا ما انت ما تبوظليش سمعه حصلات بتاعتي علشان انت جلت منك حاجه. مظبوط. اخر محور بقى من محاور التطوير هو محور الربط الالكتروني وميكنه اعمال الحجر الزراعي. طبعا المعاملات الورقيه بتنتهي وبتختفي وهتنقرض من العالم كله، فخلاص كل الناس دلوقتي متجهه الكتروني. فانا دلوقتي كل اعمال الحجر الزراعي بيتم ميكنتها في الوقت الحالي، احنا في البث التجريبي دلوقتي. يعني انا كمزارع هستفيد ايه؟ هستفيد ايه؟ انا دلوقتي عشان خاطر اجي اكود مزرعه في الوقت الحالي اللي احنا فيه دلوقتي، باجي من مكاني اروح للدقي عشان خاطر اروح مقر الحجر الزراعي عشان اقدم طلب هناك وادفع الرسوم بتاعتي واستنى لجنه تجيلي. في الوضع بقى الميكن كلها كم شهر هيضطر يتوخى مشوار العاصمه الاداريه؟ لا ان شاء الله مش هيضطر خالص، لان احنا الوضع الميكن احنا دلوقتي في البث التجريبي وجربناه على كم محصول. ده كلام دلوقتي جميل. دلوقتي يخش على الموقع الالكتروني بتاع الحجر الزراعي ويقدم الطلب ويدفع رسوم الكتروني ويتحدد له ميعاد لجنه، واللجنه تنزل له من غير ما هو يتحرك من مكانه، واللجنه لما تنزل هتعمل المعاينه بتاعتها وتملى الابلكيشن بتاع نتيجه المعاينه دوت، وده هيسمع على طول في المحطه، المحطه المنزل في المحطه هيبقى عارف المزرعه جاي له منها ايه، وهيحط برضه هو كمان على الابلكيشن. يعني انا كمزارع هيجي لي الناس بتاعه الحجر الزراعي تنور وتشرف وتظبط كل حاجه بالظبط كده من غير ما انت تضطر تتنقل. فان شاء الله دوت احنا في البث التجريبي، وان شاء الله البث النهائي في خلال شهر او اتنين بكتير قوي يبدا تعميم على كل المحاصيل، لحد ما توصل لشهاده الصحه النباتيه مفيش ايد هتمسك قلم وتكتب حاجه لحد ما تطلع شهاده الصحه النباتيه، لان بعض طبعا الانسان خطا في بعض الاخطاء الاملائيه، في غلطات اللي بتبقى موجوده في قلب مستندات دوليه بتروح لدول ثانيه بتسبب لنا بعض المشاكل طبعاً. ان انا ايه الخط مش مقروء كويس، او ان في حد كتب حاجه مكان حاجه. في الحاله ديت كل الكلام ده هيتم الكتروني ومايكن، هتبقى نسبه الخطا فيه حد ادنى. حلو قوي. هو انا بصدر بكام دلوقتي؟ يعني احنا 2021 مصدرين ب 3 مليار و50 مليون دولار، دي برضو رقم غير مسبوق في الحصادات الزراعيه، في صادرات الحصادات الزراعيه. قبل 2018 لا كان بتراوح من 2 مليار ل 2.5 مليار دولار. احنا عملنا برضو قفزه تصديريه حلوه بالزبط. واظن ان احنا بدانا نصدر لافريقيا بشكل اكبر من اللي كنا بنصدر. ده المستقبل، ده المستقبل. احنا دلوقتي بنحاول نفتح اسواق افريقيا للمنتجات المصريه، قدرنا نفتح اسواق كتير جدا، وكذلك فتحنا منتجات السوق المصري للمنتجات الافريقيه. احنا دلوقتي عملنا دراسات على بعض المحاصيل في تنزانيا مطلوبه في السوق المصري، منها مثلا الذره اللي اتكلمنا بنستورد منه كميه كبيره جدا، الذره الصفراء. قدرنا دلوقتي ان احنا نفتح السوق التنزاني للذره الصفراء بعد ما كان محتقر على بعض الدول، فاي حد عايز دلوقتي يصدر ذره صفراء من تنزانيا لمصر يقدر يصدر، كان قبل كده ما يقدرش. كذلك برضو عندنا بندرس ملفات القطن، صناعه الغزل والنسيج في مصر كبيره جدا، والقطن الخطر منه كبير برضو، لانه يعني احنا عندنا احسن قطن في العالم. صحيح. موجود عندنا، ربنا حبى البلد ديت بقطن طويل التيله مش موجود زيه خالص في اي دوله تانية. ولا الباكستاني ولا الباكستاني ولا البنغالي، اقرب
قطن للقطن المصري هو قطن البيمة الأمريكي، ويعني هم في الدرجة هو رقم 2 وبمسافة كبيرة، يعني مسافة كبيرة احنا القطن بتاعنا، وحتى كمان العائد منه السنة دي كان كويس جدا للفلاحين، هتشجعهم ان هم يزرعوا السنة الجاية، فلازم نحافظ على الثروة دي. يعني الحجر الزراعي، تخيل ان الحجر الزراعي اصلا اتنشئ عشان القطن، يعني الحجر الزراعي في بداية القرن العشرين اول قرار منصوص حجر زراعي كان بسبب القطن، منع دخول بذرة القطن الأجنبية في 1902 عشان ما تختلطش بس القطن عشان ما تختلطش بالقطن المصري وتبوظ لنا القطن المصري، وده كان أول قانون حجري، وابتدى عليه بقى يظهر جهاز الحجر الزراعي عشان يطبق القانون دوت، وتحولنا من جهاز في مصلحة وقاية المزروعات اللي هو دلوقتي بقى مع بحوث وقاية النباتات، لحد ما وصلنا لإدارة مركزية حجر زراعي تابعة لقطاع خدمات الزراعة والمتابعة، وإن شاء الله مستهدف ان احنا نبقى اكبر من كده في الجهاز الهيكل الاداري للدوله. كل حاجه في مصر بتنطق تاريخ. بالظبط. وعايزين نقول مفيش حد زي ما هو، مفيش حد زينا بصراحه. ولا في حد هيبقى زينا، ولا في حد ينفع يبقى زينا في اي مجال، في اي مجال. طيب انا يجي في بالي مثلا انه النهارده علشان احنا بنشتغل على اكتر من حاصله زراعيه واكتر من منتج، والحمد لله عمالين بنفتح في اسواق تصديريه. يعني انا الحقيقه انبسطت قوي لما قلت لي ده احنا رحنا نبيع المايه في حاره السقايين، فبنبيع لاكبر منتج برتقال في العالم واكبر مصدر برتقال في العالم. اكيد بيبقى في حاجات اللي بيسموها ايه المستخبيه اللي لسه ما طلعتش، فدي اللي انت هتقولها لي. هو احنا في الفترة ديت اخر 3 سنين دولت فتحنا 55 سوق جديد لحصالاتنا الزراعية، وفي الوضع الحالي احنا بنحاول وبنتفاوض مع دول عشان نفتح اسواق اكتر. فاحنا عندنا مثلا محصول مهم جدا زي التمر، احنا مع الصين دلوقتي في مفاوضات، خلصنا المفاوضات وفتحنا السوق بالفعل، لكن لسه ما بدأش وما توقعش البروتوكول عشان خاطر ابدا اصدر شحنات فعلية. الرمان التمور للصين والرمان البرحي والمجدول. بالظبط كده، احنا اكبر مزارع نخيل موجودة في مصر، اكبر كمية نخيل مزروعة موجودة في مصر. عندنا انتاج كبير جدا، وعندنا مشروع جديد بزراعه 2.5 مليون فسيله نخيل في توشكا وفي شرق العراق. برحي ومجدول برضو ولا بقى زغلول؟ لا، الاتجاه دلوقتي للبرحي والزغلول، لان العائد بتاعهم كبير جدا. يعني لك ان تتخيل ان مثلا كيلو المجدول بره بيتباع من 11 ل 17 دولار كيلو. برضه مش عاوز ابطل انتج البلح بتاعي بتاع صغير. هو موجود ده. هو موجود في المناطق القديمه، لكن انا لما هنشئ مزرعه جديده فلازم اشوف العائد بتاعها قد ايه. لكن انا مش هشيل المزارع القديمه اللي موجوده عندي، بالفعل هي موجوده وبالفعل هي مستغله، لكن العائد بتاعها مش هيبقى زي ما انشئ مزرعه جديده. هبقى محتاج منها عائد كبير. كيلو البلح البرحي، شجرة نفسها بتدي انتاج كبير، ممكن توصل ل 300 كيلو شجرة الواحدة. فبيجيب لي عائد. بس ده النخل القصير الجديد اللي احنا بنشوفه خلال السنين. ما هو كل ده نتيجة من تربية النبات واختيار اصناف جديدة، بقدر ان انا انتخب منها الصفات الكويسة. و انت سامع اللي انا سامعه؟ انا سمعت. انا مضطر اقطع. انا برضه سمعت. انا سامع كده بره غالبا كده جبنا جون. لا انا عايز زمايلي في الكنترول يلغوني، انا مش عايزكم تبقوا قاعدين. واحنا دخلنا جول والعيال عندنا فوق ما سابوني ولا ايه؟ ابو جبل صد واحده. هو انتوا ليه عندكم ديلي يا نديم؟ بص شوف، انا سالته السؤال، شوف انا سالت نديم السؤال ما ردش عليا، سابني ومشي. الله، ده انت جبار يا اخي. طب ايه، احنا لحد دلوقتي بنلعب ضربات جزاء؟ احنا بقى ايه، 1-1؟ 2-1 ليهم. الجول ده يتحسب باتنين، بالطول بالعرض يتحسب باتنين. ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. لغوني كده والنبي الله يخليكم، مش احنا قاعدين على اعصابنا انا استاذ سائل. النبي الله يخليكم، يعني احنا حبايبكم برضو، يعني ضيفنا وانا ضيفه، يعني مش كده. طيب هرجع بقى هكمل. كنا بنتكلم على، كنت بقول لك ان عارف ان ده النخل الصغير اللي هو اللي انا بقيت بشوفه خلال الكام سنه بالظبط دلوقتي. هو دلوقتي دوت مش في النخل الباسقات بتاع زمان. النخل ده كان بياخد وقت دي في الاراضي القديمه. الاراضي القديمه ده بياخد وقت طويل جدا عبال ما يطرح. الطرح بتاعه والتلقيح بتاعه بيبقى صعب، عشان خاطر حد لازم يطلع فوق للنخله، فوق طالع النخل. بالظبط، طالع النخل ده. المهنه دي ابتدت تندثر برده، ما بقاش موجود منها. بالظبط. يعني يا جماعه، فالوضع دلوقتي اتجاه كله للاصناف
اللي هي عليها بتجيب لي عائد كويس. بس هو انا ده بقى سؤال بجد والله قد يكون بره سياق التخصص جدا. هو النخل اللي هو البرحي والمجنون ده بيطلع منه تمر بس لكن مش بلح ناكله؟ لا بلح طازج فاكهه يعني. بيطلع منه بلح طازج بالنسبه للبرحي، هو بيطلع منه هو بيتسوى اللي هو البلح الاصفر. الاصفر ده الاصفر صغير المسكر او ده ده البلح البرحي. انما المجدول بيتم بيتم تجفيفه شويه الفتره وبعد كده بيتباع، بيتسوى في العمر ده او في الحاله ديت احسن ما بيتسوى طازج. اوكي بس انا برضه عايز يعني شويه كده بلح زغلول، امهات، سماني، الحاجات الرطب بتاع الحاجات الجميله نزود كده. والله شويه هو عشان ما ينقرضش بس ده خوفي بجد. لا هو مش هينقرض لان احنا عندنا معظم الثروه النخليه بتاعتنا من الاصناف دي موجوده من زمان، واحنا بس مش اكتر من ان احنا بنحافظ عليها. ومع عمري ما سمعت ان حد شال نخله او قلع نخله، محدش بيعمل كده خالص. لكن هو ممكن يحط نخل جديد، يحط اصناف جديده، لكن يزود. مش هيشيل القديم، يزود بالظبط كده، مش هيشيل القديم. وبرضه الذوق والاستهلاك بقى يميل للحاجات دي اكتر، للبلحي والمجدول اكتر، لان هو القيمه الغذائيه بتاعتهم اعلى. اوكي فقلت لي بقى احنا بنبدا نشتغل مع الصين على تصدير تمور. تمور والرمان احنا برضو بنبدا اشتغلنا. الرمان الاسيوطي ده طبعا، رمان منفلوطي والرمان الاسيوطي البلدي ده حاجه ملهاش حل. دي اسيوط من اكبر، على فكره اسيوط مشهوره جدا الرمان الاسيوطي في دول زي العراق وفي البحرين ما بيطلبوش غيره. اسيوط دلوقتي مشهوره بالرمان وابو جبل. وابو جبل ربنا شد حيلك يا ابو جبل. ربنا ربنا يكرمنا ان شاء الله. برضو احنا بنتفاوض مع الدول، بيبقى فيه حاجه اسمها تكنيكال فايل، ملف فني. انا بجهز ملف الفني دوت وبقول والله انا بزرع المنتج دوت، كل منتج له ملف فني، بزرع المنتج ده في المناطق ديت وبيجي عليه الافات ديت وبطلع منه انتاجيات قد كده وبستخدمه او بجهزه وبصدره بالشكل الفلاني. الدوله بيروح لها الملف دوت وبتبدا تدرس الكلام اللي انا بعته لها دوت، بتبدا تتفاوض معايا تقول لي والله لا احنا مثلا عايزين نعرف الاماكن ديت تصور لنا هنا، او احنا ننزل زياره في الاماكن ديت. وبنستقبل وفود كتير جدا عشان خاطر يجوا ويزوروا ويعملوا معاينه للحاجات اللي هم بصدد استيرادها قبل ما يستوردوها هنا، ويطمنوا ان الاجراءات بتاعتنا سليمه ومظبوطه. عندنا دلوقتي احنا بنحاول نفتح ملف او سوق الموالح لامريكا. امريكا من اكبر الدول المنتجه للموالح في العالم، وامريكا و في برتقال كاليفورنيا ده بلازينا. بس هم عندهم ازمات كتيره جدا في البرتقال، وعندهم امراض اثرت على الانتاج بتاعهم فقل شويه والتصدير بتاعهم قل شويه، فمحتاجين يستوردوا موالح. فاحنا بنتفاوض معاهم، خلصنا تقريبا الملف الفني وبعدناه لهم وخلصوا هم دراسه الملف الفني، باقي الاتفاق على بعض النقاط الفنيه الخاصه بالتبريد. في الاسعار بالتبريد مجرد ما يجوا يعرفونا اشتراطاتهم في التبريد ايه بالظبط احنا ننفذها لهم، وان شاء الله نفتح السوق الامريكي للموالح المصريه. انا عايز اشكرك جدا 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 على حلقه كانت بالنسبه لي مفيده وممتعه الى ابعد الحدود. يعني انا اللي اقنعني بموضوع الاستثمار الزراعي كان برضو استاذ محمد شيردي، هو اللي قاعد عمال قاعدين بنفكر نعمل مزرعه فلفل. والله الفلفل له مستقبل كبير جدا، احنا بنصدر كميات فلفل كبيره. نخش في السكه؟ لا خش. هو الفلفل كمان اسعاره كويسه جدا بره، وفي بقى الزراعات التعاقديه لو قدرت ان انت توصل مع مثلا سلسله سوبر ماركت بره او مصنع بره بيستخدم. لما ساعتها بقى لو احنا بدانا الاستثمار الزراعي نيجي لوزاره الزراعه بقول لكم وجهونا يا جماعه. ان شاء الله. انا احب النظام قد عيني. انا عايز اشكرك جدا 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 باشمهندس سيد عباس مدير المكتب الفني والحجر الزراعي المصري، كل الشكر ليك، كل الشكر لوزاره الزراعه، كل الشكر لكل من شارك في صناعة هذه الاستراتيجية شديدة التميز. بصوا يا جماعة حضراتكم عارفين احنا ما كسبناش الماتش، مبروك للسنغال، الف مليون مبروك للسنغال. احنا كسبنا لعب حلو، كسبنا فرقة هي الاقوى اقوى فرقة في وجهة نظر المتواضعة جدا في تاريخ الكرة المصرية، وكسبنا فرقة مقاتلين مستقتلين، لعيب نازل متخيط بست غرز وبيلعب ومش همه حاجه، ابو جبل عمل اللي عليه تالت ومتلت، صلاح عمل اللي عمليه تالت ومتلت، النني عمل تالت ومتلت، انا مش عايز انسى اسامي حد، بس احنا لعبنا حلو قوي. احنا هننزل وهنفرح وهنزقطط وبيب بيب ومصر والعلم وميت فل و14، وهنستقبلهم باذن الله في المطار استقبال الفاتحين. وبقول لك ألف مبروك لمصر على فارقها
وبرافو كيروش، برافو كيروش، برافو كيروش. فاصل فاصل، مش خلصنا ولا ايه؟ الله، فين كيمو؟ فاصل ونكمل الكلام.